أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان أبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددناكم الكرة عليهم أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أحسن نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ألوا تسبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن أنتم عدنا وجعلنا جهنم لكافر حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مسنة متقوى فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى برسالتك يوم عليك حسيبا. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى. وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسرا فيها فوسقوا فيها فأوقعوا على القرى فدمرناهم تدميرا. وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدخورا. ومن أراد الآخرة وسعى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك مهجورا. انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مهجورا. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح ذل الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه المسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تردنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
إنه كان بعباد خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن الكسر كان حيثا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم تمازنوا بالقسط المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقفوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر فهد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخلق الأرض ولن تملك الجبال طولا كل ذلك كان سوء عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدخورا أفأسمكم ربكم بالبن تخرج من الملائكة إناثا إنكم لتقول قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تهوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى أما سبحانه سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات والسبع الأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بأمده ولكن لا تفل أسبعهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة إجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم بقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبرهم نفورا نحن عنهم يسمعون به إذ يسمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تنتبؤون إلا رجلا مسحورا انظر كيف فضلنا بعضهم على انظر كيف بدل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فانظروا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رسوم يقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بأمده وتدنون إن لبثتم إلا قليلا وكل عباد يقول الذي يحسن إن الشيطان يمزق بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا ربكم عنه بكم يشاء يرحمكم أن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم مكينا وربك أعلم بما في السماوات والأرض وفضلنا ملبا وفرغ أولئك الذي وربك أعلم بما في السماء ربك أعلم بما في السماوات والأرض وقد فضلنا بعض النبي نبات وآتينا داود الزبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تهوينا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رب سبعهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة معذب عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بالأولون وآتينا ثمودا قوت مسنة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فسنة للناس وشجرة الملعون في القرآن ونخوف فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتنكن ذريته إلا قليلا
قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصدق وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشرف الأمل والأولاد وأيدهم وما يأيدهم شيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك سلطان إلا عبادي إن عبادي ليس لك سلطانا إلا من ربي إن عبادي ليس لك سلطانا وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البر تبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البحر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البحر أو يرسلكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل لكم قاصفا من الريح فيؤلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملنا في البر ورزقناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركت عليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة ضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسل قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تهوينا أقم الصلاة لدرك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا وقل رب أدخل مدخل سنك وأخرج المخرج سنك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا وإذا أنأمن على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا كل يأمن على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربي إلا رحمة من ربي إن فضله كان عليك كبيرا قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نحيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت عليه كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زنف أو تلقى في السماء ولن نؤمن لك حتى تنزل علي كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليه من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا
ذلك جزاؤهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم جعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لمستم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزه العبد فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا وفرقناه لتقرأه على الناس الموسى ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يسلم يخر أدكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخر أدكار يبكر يزيدهم خشوعا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتي ولا تخف اسمها وتقي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي يبدخل ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدنيا وكبره تكبيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهما أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفساد لكف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا أنا آدنا في الكف سرين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزب أصل ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فساد آمنوا بربهم زدناهم هدى وربتنا على كرب إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات الأرض لن ندعو من دونه إله لقد كنا إذا شططا أولئكم لتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أذلب من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهما ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزر عن كف ذات اليمين وإذا غربت تغرب ذات الشمال وهم في فسوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب أيقاد وهم رقود ونقلب ذات اليمين ذات الشمال وقلبهم بسيط ذراعيه بالوسيد لو إن طلعت علمنا وليت منهم فرارا ولمنئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بين قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ففاتوا أحدكم بورككم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يدعون عليكم يرجوكم ويعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
وكذلك أثنى علم يعلم وأن وعد الحق وأن ساعة لبى فيها إذ يتنزؤون بين من فقال ابن عليهم بنيانا رب عنه بهم قال الذين كنبوا عنا ندخلنا المسجد سيكونون ثلاثة رب كلبهم ويكون خمسة وسادس كلبهم رجما بالغيب ويكون سبعة وثامن كلبهم كل ربي أعلم في إدادهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمر فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستف فيهم منهم أحدا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تكونن لشيء إني فاعل ذلك هدى إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر بما أسمعوا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واسم ما أوحي إليك من كتاب ربي له بدل لكلمته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة العشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زنة الحياة الدنيا ولا تطئ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بسرادقها وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمر يشرب بئس شرابا ساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن اسمه دفقا واضرب لهم مثل رجلين جاءنا لأحدهما من جنة أنب وحففناهما بنهر وجاءنا بينهما زرعا كلتا الجنة الآت سكنها ولم تضرب منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يؤمنه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ذل نفسه قال ما أدن أن بهذه أبدا وما أدن سادا قائمة ولا رجئت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يعاونه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك يرسل عليها خسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أن يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأخيط بثمره فأسوف فعل ما أنفق فيها وهي خيط على أرشها ويقول يا ليتني المشرك ربي أحدا ولم تكن له فئة ينصر من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية الحق وخير ثواب وخير عقبا واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أغسل من السماء فاختلط نبات الأرض فأصبح هاشما تدروه الرياح فكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباكة الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أمنا ويوم نسأل الجبل وترى الأرض بارزة وحشرا فلم نغادر من واحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا ووضع الكتاب فضل المجرمون مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقدر صغيرة ولا كبيرة إلا أصاها ووجدوا معامل حاضرا وليتم أحدا وذكرنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم أدوا بسردوا لمن بدنا
ما أشهد وخلق سبع خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عدودا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولن يمجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتي سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل خذوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مكرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبره نفورا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وجعلنا إنا جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم مكرا وإن تدعهم للهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موئد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكما فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أراد إذ أوينا إلى الصلاة فإني نسيت الهوس وما أنساني لشيء عند الكرة واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا قال ذلك كنا نبغي فرد تدعى على آثارهم قصصا ووجد أبدا من إبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما قال له موسى هل أتبك على أن تعلمني مما لم ترشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا أنت إذا ركب في السفينة خرقها قال آخر تهل الذكر أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا أنت إذا أتيا أهل قرية حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا نكرا.